شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن الشريحة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 1 مليار يورو. ويأتي ذلك في ظل تنمي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد التوقيع على اتفاقية ترفيع مستوى الشراكة بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إذ سيشهد المؤتمر توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة أكثر من 40 مليار يورو في العديد من المجالات والقطاعات.